قال الحسن عموتة مدرب منتخب الأردن إن المنتخب الكوري الجنوبي يملك إمكانيات كبيرة مكنته من إحداث الفارق في الكثير من المباريات، مشيرا إلى أن الفريق يعمل على تصحيح أخطائه قبل المواجهة الحاسمة. طبعا الجانب البدني مهم جدا، وانا تكلمت يعني من قبل على هاد بعض المشاكل والإكراهات اللي هي موجوده بالنسبه لنا، لكن نحن نحاول ان يعني ان نغطيها يعني وان نخفيها وان يعني لا تكون يعني ظاهره بالشكل المطلوب، يعني بالالتزام التكتيكي او الحاجه الجماعي. طبعا انا تنتمنى اننا نوصل لهذه المرحله هذه، اننا نكون في واحد الوضع اللي هو متقدم، وان يعني نجد انفسنا في هذه اللحظه ديال الاستحواذ ديال الفريق الخصم في اخر الدقائق، لانه ما وقع امامنا في دور المجموعات ولا المنتخب الاسترالي ولا السعودي كانوا متقدمين وطبعا ارتكبوا بعض الاخطاء. وفي تصريح حصري لبين سبورتس قال مدرب المنتخب الأردني الحسين عموتة إن نجم النشامة موسى التعمري سيكون جاهزا لخوض نصف النهائي، مشيرا إلى الإرادة الكبيرة التي تحدو اللاعب والمجهود الذي يبذله الجهاز الطبي للمنتخب. هو صحيح أنه موسى كان يشكو من بعض الآلام، لكن الحمد لله ان شاء الله سيكون جاهز، يعني الطاقم الطبي يشتغل وموسى عنده اراده كبيره حتى يتواجد يعني في هذه المقابله اللي هي مهمه جدا بالنسبه لنا للمجموعه. ان شاء الله يعني الفريق سيكون يعني ان شاء الله متكامل ان شاء الله. من ناحيته قال ابراهيم سعاد لاعب المنتخب الاردني انهم كانوا يعملون لبلوغ هذه المرحله من البطوله. كما اشار سعاد الى مواصله العمل بذات الاصرار في مباراه كوريا الجنوبيه لبلوغ النهائي. اكيد الكباتن والكادر الفني يعني راجعوا لنا بالفيديوهات مبارياتنا السابقه كامله والاخطاء اللي كانت موجوده، واحنا جاهزين لنتخطاها. أكيد أنا إبراهيم كنزولي كلاعب بديل، أنا لاعب بخدمة الوطن بأي وقت ممكن أنزل وجاهز بأي وقت رهن الإشارة بأي وقت الكابتن إنه يكون نزلني. أكيد بجوز كثير ناس ما كانت تتوقع وصول منتخبنا لهذه المرحلة، لكن إحنا كلاعبين وكجهاز فني كنا مأمنين كثير إن نوصل لمراحل متقدمة بالبطولة. من ناحية أنه يحط علينا ضغط، أكيد حط ضغط علينا، بس إحنا كلاعبين جهاز فني إن شاء الله جاهزين لكتاب التاريخ. وفي تصريح خاص لقناة بين سبورتس قالت سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم إن الفريق على أتم الجاهزية لملاقاة نظيرها الكوري الجنوبي من أجل التأهل إلى المشهد الختامي. نصار اعتبرت المواجهة بمثابة تحدي للنشامة أمام خصم يعد من أقوى منتخبات القارة الآسيوية. صحيح في حالة تفاؤل، بس التحدي مش سهل، يعني احنا بالاخر منتخب النشامة عم بيواجه ابطال القارة. بقدر اقول انه المعنوية عالية، الجاهزية كاملة فنيا ذهنيا، وان شاء الله يقدروا الشباب يقدموا مباراة جيدة. بعتقد بكرة حتكون ملحمة تكتيكية بين كلينزمان والكابتن حسين عموتة. أهم شيء انه نقدم مباراة ممتعة للجماهير، يعني موجودين معنا وبدعمونا وهن أكبر حافز للاعبين، وأنا بعتقد انه اللاعبين رح يقدموا أداء جيد. أدائهم كان تصاعدي في المباريات الماضية، وإن شاء الله يكونوا قد المهمة وقد حجم المباراة المقبلة. أكد يورلين كلينسمان مدرب المنتخب الكوري الجنوبي أنهم مستعدون لملاقاة المنتخب الأردني بطاقة عالية. المدرب الألماني أضاف أيضا أن الروح المعنوية مرتفعة لدى اللاعبين ويدركون جيدا مدى صعوبة المواجهة. For this semi-final match, huge compliment to Jordan. نحن متحمسون لهذه المباراة ومتحمسون للعب أمام المنتخب الأردني الذي أثبت قوة وبسالة في هذه البطولة، فمدربهم يقوم بعمل رائع وهذا أمر مميز. اللاعبون بصحة جيدة وفي مزاج عال وإيجابي جدا، ولكن بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة وندرك ذلك جيدا، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا في هذه المباراة.
من جانبه ذكر هوانغ إن بيوم لاعب منتخب كوريا الجنوبية أن الفريق سيستفيد من الضغط المسلط عليها، مضيفا أن ذلك سيجعل منه حافزا هاما للفوز. الضغط دائما موجود وهو جزء من متعة كرة القدم. أحيانا يكون اللاعب تحت الضغط ميزة وليس عائقا، فالبعض يتعامل مع الضغوط كحافز لتقديم الأفضل وتدارك الأخطاء بشكل أسرع وبجودة أكبر. المهم في الأمر ثقتك في زملائك في الفريق وثقتك في المدرب وفي هذا الشعب الكوري الجنوبي الذي يدعم المنتخب. هذا وخاض المنتخب الأردني مرانه الأخيرة قبل مواجهة كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023. منتخب النشامى يتوق إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المشهد الختامي في مهمة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة في ظل المستوى الذي قدمه طوال البطولة القارية، لكن حقيقة الميدان ستكون الفيصلة في هذه المواجهة التي سيحتضنها استاد أحمد بن علي المونديالي. بات المدرب المغربي لحسن عموتة محط الأنظار بعدما أصبح أول مدرب يقود المنتخب الأردني إلى نصف نهائي كأس آسيا. عموتة تجاوز مع النشامى الإنجاز الذي حققه المدرب المصري والراحل محمود الجوهري الذي قاد الأردن إلى ربع النهائي عام 2004 في أول مشاركة للمنتخب في البطولة القارية. لحسين عموتة المدرب العربي الوحيد المتواجد في المربع الذهبي لكأس آسيا قطر 2023، فكما ابتسمت الدوحة للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022 ها هي تبتسم للمدرب المغربي في البطولة الآسيوية. عموتة كتب التاريخ مع المنتخب الأردني بقيادته إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ النشامة، وذلك بعد النجاحات الكثيرة المدونة في سجله بالتتويج مع الوداد البيضاوي بدوري أبطال إفريقيا في 2017 وكذلك بالدوري المغربي وبلقب أمم إفريقيا للمحليين في 2020 مع المغرب، ومع الفتح الرباطي المغربي بالفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية في 2010 وكأس العرش، وكذلك مع السد القطري بالتتويج بالدوري مرة وكأس الأمير مرتين. ويبدو أن اختيار الاتحاد الأردني كان صائبا وناجحا بتعيين عموتة لقيادة سفينة النشامة على الرغم من المدة القصيرة التي أمضاها مع اللاعبين بنحو 6 أشهر قبل انطلاق البطولة الآسيوية، علما أن عموتة تعرض لانتقادات كثيرة في أول اختبار له مع المنتخب بسبب خسارته القاسية أمام اليابان وديا بهدف لستة قبل 3 أيام من ركلة البداية لكأس آسيا. لكن ما حققه عموتة مع الأردن في البطولة لم يصنعه أي مدرب سابق، مع خروج المنتخب من دور 16 في الدورة السابقة في الإمارات عام 2019 بالخسارة أمام فيتنام تحت قيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز. وكذلك ودع الأردن من دور المجموعات في 2015 مع المدرب الإنجليزي الراحل ريموند ويلكنز، كما أن المدرب العراقي عدنان حمد لم يتمكن من الوصول إلى أكثر من ربع النهائي في قطر عام 2011، وقبلها غادر النشامى كذلك من ربع النهائي رفقة المدرب المصري محمود الجوهري في نسخة 2004. فهل سيكون نصف النهائي المرحلة الأخيرة لعموتة في البطولة أو سيواصل تحقيق المفاجآت؟ بدوره واصل منتخب كوريا الجنوبية تحضيراته لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس آسيا تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلينسمان. ويسعى المنتخب الكوري في ثاني مواجهة له أمام الأردن في البطولة بعد تعادلهما بهدفين ضمن الدور الأول إلى العودة إلى المباراة النهائية في رحلة بحثه عن الظفر بلقبه الثالث قاريا والأول منذ عام 1960.
ينضم إلينا مشاهدينا في هذه الأثناء مباشرة طارق أحمد من مشيرب قلب الدوحة، حيث المركز الإعلامي. طارق، مساء الخير. تغطية إعلامية كبيرة للحدث القاري على الأراضي القطرية، حيث وضعت اللجنة المنظمة جميع الإمكانيات ووفرت أيضا جميع التسهيلات المتاحة لعمل الصحفيين والإعلاميين لتخرج هذه التغطية بحلة مميزة. طارق. بالفعل مهيب، تحية لك لناتالي لكل المشاهدين. اللجنة الإعلامية المنظمة وضعت كل التسهيلات على ذمة الإعلاميين الذين يتابعون هذه البطولة ويتابعون كل صغيرة وكبيرة من أجل وضع القارئ والمستعد والمستمع والمشاهد أينما كان في قلب الحدث. سريعا حتى نقترب أكثر من تفاصيل هذه التغطية الإعلامية، عشية هذه المقابلة المرتقبة بين منتخب الأردن ونظيره الكوري الجنوبي، معنا أمجد الفقهاء الإعلامي والرياضي والصحفي الرياضي الأردني. أمجد، أولا متابعتك لهذه البطولة كيف كانت؟ بالحقيقة يعني بطولة عالية المستوى، كان فيها التركيز الإعلامي والتركيز الجماهيري كبير جدا، الحضور الجماهيري في الملاعب، التركيز الإعلامي تسليط الضوء عليها عالي جدا، ولا سيما أنها تزامنت مع بطولة أفريقيا، بل بالعكس تماما تفوقت عليها من حيث الحضور الإعلامي والجماهيري. يعني المنتخب الأردني يستعد وكذلك الإعلامي يستعد لهذه المواجهة. طبعا مواجهة، يعني شعرنا بذلك إعلاميين أردنيين بأن الاهتمام منصب الآن على المنتخب الأردني، على الحضور الأردني لهذا المنتخب في هذه البطولة تحديدا، وهذا الوصول الذي يعده الإعلام كان بشكل مفاجئ، شكل البطولة مفاجئة بأن تتواجد في دور الأربعة. حقيقة يعني نشعر بذلك الاهتمام الإعلامي الرياضي الكبير وكذلك الاهتمام الجماهيري والشعبي كذلك في الأردن المنصب حول هذا المنتخب، وكذلك التوافد الكبير للجماهير الأردنية نحو الدوحة لمؤازرة الفريق يوم غد. يعني الإعلامي في هذه اللحظات مطالب بتوفير كل الأخبار ووضع القارئ في صورة ما يجري. طبعا يعني لابد من ذلك، خاصة أنه أخبار المنتخب الوطني تضاربت الأنباء في اليومين الأخيرين حول بعض الغيابات، يعني كما هو معلوم يغيب علي علوان وكذلك يغيب سالم العجلين عن هذه المباراة. الأسئلة تدور من سيعوض هذه الغيابات، خاصة وأن عموتة اختصر المشاركة على 13 لاعب، ومن سيكون المشارك بديلا لهذين الاسمين، ونحن نتحدث عن غياب قوي ومؤثر في الخط الأمامي علي علوان. كذلك الحديث متواصل والأسئلة عن موسى التعم الذي تعرض إلى شد عضلي نوعا ما، وهل سيغيب موسى أم لا، الذي أكد اليوم حسين عموتة في المؤتمر الصحفي جاهزية نجم المنتخب الوطني موسى التعمري. فلذلك الأنباء والأخبار والاستفسارات متواصلة عن المنتخب الوطني، كذلك يوجد تفاؤل كبير بأن هذا المنتخب سيقدم شيء نوعا ما مختلف عما قدمه في الأدوار الماضية نحو الذهاب إلى المشهد الختامي لهذه البطولة. وكبت اليوم المؤتمر الصحفي لحسين عموتة، ما هو أبرز ما لفت انتباهك؟ يعني لفت انتباهي الكابتن حسين عموتة موضوعين، يعني أول موضوع هو تحدث عن الجانب البدني بأن ممكن المنتخب الكوري يتفوق على المنتخب الأردني في هذا الجانب، لكن أكد على أن الالتزام والانضباط الجماعي والتكتيكي للمنتخب الوطني حاضر وسيكون هو مفتاح الفوز والتأهل، بالإضافة إلى التركيز، وردا على أحد الأسئلة حول مشاركة أو اختصار المشاركة الفعلية في زمن المباريات على 13 لاعب، أكد على أن موضوع الجميع جاهز وأكد ثقته بالموجودين على الدكة، وهذا يعطي دلالة من الممكن أن يكون هنالك مفاجأة في تشكيلة عموتة في مباراة الغد. أنت من وجهة نظرك ما هو توقعاتك وكيف ترى هذه المباراة؟ شوف، حقيقة نحن كأردنيين نتفائل دائما في المشاركات الأسوية في البطولة الأسوية، نتائجنا أمام المنتخبات الكبيرة دائما نتائج مرضية ملبية للطموح. عدلنا اليابان مرتين، تعادلنا مع كوريا، فزنا على استراليا، تعادلنا مع كوريا في هذه النسخة وفي نسخة 2004. فأمام المنتخبات الكبيرة المنتخب الوطني يقدم أداء عالي، بالإضافة لأن قوة المنتخب الوطني تتمثل في اللعب على المساحات، والمنتخب الكوري من المنتخبات الذي سيبادر الهجوم ويوفر هذه المساحات وهذه المكان لنجوم المنتخب الوطني. لذلك متفائل بتقديم أداء رائع جدا للمنتخب الوطني، ستكون المنتخب في الفورمة يوم غد وسيبهر الجميع فيما يقدمه في أرضية الملعب،
وأتفائل بهذه المجموعة من الأسماء بقيادة عموتة بالذهاب نحو المشهد الختامي بأداء جميل، وليس بنتيجة، بأداء جميل كذلك. الجميع أصبح يتحدث عن اللقب أردني، ألا تخشى من أن يسلط ذلك نوع من الضغط على كاهل اللاعبين؟ لا لا، حقيقة نحن في الأردن يعني والنجوم بالذات في هذه البطولة تحديدا تعرضوا لضغوطات كبيرة قبل البطولة، فخلق تحدي للاعبين مخالف ومغاير للنقد الذي واجههم قبل البطولة، وهم يدركون جيدا بأنهم يريدون أن يثبتوا بأنهم يمتلكون القدرة على الذهاب بعيدا في هذه البطولة، هذا أول شيء. الأمر الآخر، اللاعبين وعشنا أيام عصيبة في الأشهر الماضية تتمثل بقضية الأهل في فلسطين، نحمل رسالة كمنتخب وطني كدولة رسالة، وكان لنا معاني ودلالات في المباريات بأننا نريد أن نفرح ونفرح أخواننا في فلسطين في لقب هذه البطولة إن شاء الله. على هذه التمنيات نتوجه بالشكر الجزيل لأيمن الفقهاء الإعلامي والصحفي الرياضي الأردني. إليكم الكلمة في الأستوديو ناتالي ومهيب. طارق أحمد من مشير بقلب الدوحة حيث المركز الإعلامي، شكرا جزيلا لك. إذن أنتقل الآن لأرحب بزميل علي أحمد المتواجد من سوق واقف، أهلا ومرحبا بك معنا علي. من المتوقع ومن المنتظر اليوم وصول ألتراس الفيصلي والوحدات من أجل مؤازرة ودعم منتخب النشامة في المباراة الهامة والمصرية يوم الغد في الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، يعني سنشاهد ليلة أردنية بامتياز في هذا السوق اليوم. نعم، تحية لك ناتالي لمهيب ولمتابعي بي ان سبورتس. بالتأكيد يعني ربما الجماهير الأردنية أشعلت يعني الأجواء في الليالي الماضية، وسيضاف إليها ما تفضلتي في هذه الليلة الجماهير التي أتت من الأردن لمؤازرة وتشجيع المنتخب الأردني، فيعني سيكون بالتأكيد مشهد مهيب وكبير وجماهيري وحماسي جدا، وستكون سهرة وليلة طويلة هنا في سوق واقف. دعيني أن أنتقل إلى الجمهور المتواجد معي هنا، جمهور عربي منوع، لكن سأبتدئ من أصحاب هذه الليلة الجمهور الأردني. إلينا أتت من الأردن أمس ولمؤازرة ومتابعة المباراة من على المدرجات، كيف شايف الأجواء؟ أجواء أكثر من رائعة والحماس كل يوم عم بيزيد أكثر، وصراحة الأجواء تستحق أن كل واحد يزورها ويجي يشوف، وجدا حماس كل يوم، الحماس عم بيزيد أكثر وجدا مستمتع بالأجواء. طيب توقعت إيش المباراة بكرة؟ أتوقع لمباراة الأردن ضد كوريا 1-0 للأردن، وإن شاء الله فوز عربي بطولة عربية بإذن الله بإذن الله. وأنت يا حلوة شنو توقعت إيش المباراة بكرة؟ أعطينا نتيجة، توقع الأردن يفوز؟ بإذن الله. شكرا شكرا. أيضا أنتقل إلى الجمهور العراقي، كيف شايف المربع الذهبي؟ والله المربع الذهبي مولع نار، بس حسب التوقعاتي النهائي إيران كوريا، حسب توقعات إيران كوريا، لأن إيران من الفريق اللي منظم وقوي، وأكثر اللي اللاعبين مالته يلعبون بأوروبا مثل سردار آزمون يلعب نادي روما، مهدي طارمي يلعب بورتو، أكثر اللاعبين اللي عندهم من طراز عالمي أوروبي. أتوقع النهائي إيران وكوريا تأخذ إيران. شكرا شكرا جزيلا لك. ماذا عن توقعاتك؟ نتوقع إن شاء الله نهائي قطر والأردن إن شاء الله، على مود يكون البطولة نهائية عربية إن شاء الله. نعم، هذه أمنياتنا جميعا. ماذا عنك؟ أنت راح تحضر طبعا مباراة إيران وقطر من على المدرجات. أكيد إيران وقطر إن شاء الله، توقعي فوز قطري 2-1 المنتخب قطر، والمباراة بين كوريا والأردن أتوقع أو سجلها يمك 2-1 لكوريا، والنهائي قطري كوري، ومتوج إن شاء الله باللقب إن شاء الله قطري، بالنهائي 1-0 لقطر. نعم، على كوريا. ما شاء الله أعطيتنا توقعات لنهاية البطولة، سجلها يمك نهاية البطولة. شكرا جزيلا لك. أيضا للمغرب كلمة، كما أنكم يعني ترعون المنتخب الأردني.
أكيد أول شيء مساء النور وحياكم الله لشعبنا هنا موجود في قطر والأخ الإخوان الأشقاء الموجودين اللي جاي من مختلف الدول العربية. بصراحة أجواء رائعة، ولكن أهم شيء اللي إحنا كمغاربة نفتخر فيه في أرض الخير أرض قطر هو أن البصمة المغربية موجودة في كأس العالم، أن كنا صنعنا الإنجاز والإعجاز بالوصولنا للنصف النهائي، وهنا البطولة تتكرر، البطولة الآسيوية موجودة في أرض قطر، اللمسة المغربية حسين عموتة أنه يوصل المنتخب الأردني اللي ولا مرة كان الشعب يعني آمن فيه، وصلوا إن شاء الله للنصف النهائي، وإن شاء الله بتكون نهائي عربي، نهائي عربي مع قطر والأردن، ولكن صعب صباع، ولكن احنا متفائلين وان شاء الله شباب ما يقصرون وحياكم الله. نعم، كما قال الجميع ان صعب على الاردن ان يصل الى هذه المرحله لكنه وصل، فبالتالي هو ايضا يعني ما دام عنده 90 دقيقه قادر انه يتخطى العقبه ويصل الى النهائي باذن الله. الكلمه الاخيره تفضل. السلام عليكم. السلام، حياك الله. كيف شايف الاجواء وكيف تنظر لنصف النهائي؟ باذن الله الاردن وقطر في النهائي بحول الله وقوته. نعم، شكرا. نعم. جاي من السعوديه العيون الاردن وقطر ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. ايضا تشاهدون خلفي هنا الجماهير الاردنيه بدات تحتشد وتشعل الاجواء لكي نشهد بالفعل يعني صبغه اردنيه واصداء اردنيه واهازيج اردنيه في جنبات وارجاء سوق واقف هذه الليله. عوده اليكم. شكرا جزيلا لك علي احمد، كنت معنا مباشره من سوق واقف.